تكلمنا عن مشاركاتكم يا محمد النعيمي. اللهم لك الحمد. من أول ما دخلنا ندش الخامس، في الأسبوع ندش أول ثاني، في القراميش ندش ثالث ثاني رابع خامس، وفي الأسبوع بطولة الصفري جبنا الأول والثاني. اللهم لك الحمد. اليوم إن شاء الله توفيق الله بإذن الله نجيب الأول في القراميش ولا الأسبوع إن شاء الله. جهزت طيرك؟ إيه الحمد لله إيه مجهزة. إن شاء الله العدد كبير اليوم، ما يصير ندخل المهرجان إلا مجهزين طيب. نصر بن فيصل نصر مشارك في التبع، كلمنا عن مشاركتك اليوم في الصقر الواعد. والله اليوم مشارك في الصقر الواعد في الأسبوع، إن شاء الله الله يوفقنا ناخذ المركز الأول إن شاء الله. شاركت من قبل ولا هذا أول مشاركة؟ لا شاركت من قبل. شو المراكز اللي حصل؟ أخذت الخامس وأخذت العاشر آخر مرة. طيرك السنة شلون مجهز؟ مجهز أنا طيارة دعو وأعطي من الإنترنت بس. شوف العدد، العدد ما شاء الله كبير. الله كريم. شو تقول لأخوانك مشاركين؟ بالتوفيق والله الله يوفقهم. علي بن خالد النعيمي، انت مشارك اليوم في مسابقه الصقر واعد، وش مشارك الطيور؟ انت مشارك في القرموش ولا في التبع؟ في القراميش، القرموشتين ان شاء الله والتوفيق من الله. علي انت شاركت من قبل ولا هذه اول مشاركه لك؟ هذه اول سنه، بس انا كنت احضر المسابقات بس عمري ما ينفع. زين، وكنت اطالع وكنت اتعلم وفي الدعو كنت احاول اتدرب، والحين ان شاء الله نقدم. طبعا امين يعني تتدرب ان شاء الله. هاي بنط تطلع مع اخوك مع ربعك مع عيال عمك؟ عيال عمي وبالموجودة بس طالعنا، بس عيال عمي ان شاء الله نخلص الشوط ان شاء الله. والله ثاني مشاركة، اول مشاركة ما الله وفقنا الطير ما كان شوي مع تلواح ودبر الطير، وان شاء الله هالمرة يسوي يعني على أداء الأيام اللي طافت برا الميدان إن شاء الله سوي زين. كم يعني توقع من ثلاث الأوائل إن شاء الله؟ والله يعني ما بذاك الجهوزية، بس إنه مشاركة فقط. شو رأيك الأجواء هذه، العدد الكبير اليوم حاضرين؟ والله أجواء ممتازة حلوة يعني زين، جمعية القناص توفر لنا هالمسابقات، تدعم صقاقير الصغار، تحفزهم منهم يعني، مو بينتظرون لين يكبرون ياخذ لهم طير بمبلغ وقدره عقب يدخلون، من هو صغار يتعلم من اغلاطه عشان اذا قده كبير عنده الخبره يدخل جاهز وان شاء الله يفوز. طبعا اليوم يوم مميز بالنسبه للصقار الصغير اللي هم من سن 6 الى 10 سنوات، والصقر الواعد اللي من 11 الى 15 سنه. بالنسبه للصقار الصغير طبعا هناك كان في عدد كبير اليوم شارك معنا، 18 ما شاء الله مشارك، واشوف ان هناك في منافسه كبيره بين الصقاقير الصغار، وبين طبعا كلهم متحمسين على انهم يجاوبون على الاسئله اللي تقدمها لهم اللجنه المختصه، لجنه الصقار الصغير. الحمد لله انتهينا، بدينا الساعة 1 وانتهينا بعد ما خلص طبعا العدد اللي وصلنا له 18 مشارك. اما بالنسبه للصقار الواعد اللي هو دعو، عندنا كانت فئتين، الفئه الاولى هي اللي تبوع اللي شارك فيها 13 مشارك، والفئه القراميش اللي هي كان فيها 30 مشارك، والحمد لله ما زالت طبعا المسابقه قائمه، وهناك تنافس وحماس بين طبعا المشاركين، الجيل هذا الجيل الناشئ كل يبي يفوز، كل يبي يثبت وجوده في السناح، كل يبي طبعا يشوف الكبار شو اللي سووه قبلهم، يبون يقدمون اللي أحسن، أو إنهم مثلا ينافسون حتى الكبار بأسمائهم اللي موجودة طبعا عندنا في الساحة. ما شاء الله بسعيد، حتى نشوف المشاركين اللي كل سنة يشاركون، يعني يقول لك اليوم أنا داش بطيرين، ثلاث طيور، أربع طيور، يعني تشوف إنه حتى الهدف بدا يتحقق يعني من هذه المنافسات. طبعا جزاهم الله خير اللجنه العليا لمهرجان قطر الدولي للصقور والصيد 2021، في هناك ميزه تخص طبعا المتسابقين، في كل متسابق له طيرين خاصه، اما قراميش او تبوع،
وهناك في ميزة طبعا حق طبعا الشخص المتميز في دراسته، اللي جايب مثلا درجاته كلها AAA ولا جايب مثلا A وB، هذه اللجنة تعطيه يعني فرصة أو كرت إضافي حق طبعا ما كانت عنده فرصتين، تعطيه بعد كرت إضافي عشان يقدر يشارك ثلاثة طيور في نفس الفئة أو ثلاثة طيور مختلفة. والله فكرة طيبة هذه، جزاكم الله خير، يعني تحثونهم على العلم وتحثونهم حتى تشجعونهم حتى على الهواية هذه. الحمد لله هذا تشجيع، بكرة بيقول لك والله أنا إذا جبت درجات مثلا زينة جبت AA بكرة بحصل لي فرصة أني أنافس فيها كرت ثالث إضافي لي ولا حق مثلا أخوي ولا حق أي حد من قرايبه. أهم شيء أنه مثلا العمر الفئات السنية من 11 إلى 15 سنة، والاسم أنه متفوق في دراسته. جاي والله مع اخوان الصقاقير اجرب الطير ان شاء الله انه جاهز، اتمنى لاخواني الصقاقير مثل ما اتمنى لانفسنا ان شاء الله نحن مع الاوائل باذن الله. عمك حمد الجميله؟ لا عمي. عمك حمد الجميله؟ ايه. ودك لو انه يعلق وش يقول؟ الله كل شيء. قول عادي شو يقول، هذه دليل. كل شيء كل شيء. نختلف اذا علق. ناموس يا ابو علي ان شاء الله. مبارك بن حمد الجربوعي مشارك انت اليوم مع ولد عمك، ولد عمك شكله هو اللي يحفزك انك تشارك. صحيح. ها؟ صحيح. كنتوا تجهزون مع بعض؟ اي. كلمنا عن تجهيزكم، شلون كنتوا تجهزون؟ نجهزها والله حمام كل واحد، ناطر من الله التوفيق انا واخونا صقيق. كم انت من اجابه الطير وقت التجهيز؟ امس 13. واللي قبلها كان الطير مو جاهز، لكن الحين ان شاء الله انا جاهز. كم اليوم ان شاء الله تقريبا؟ ان شاء الله ان شاء الله 10 ان شاء الله. 10 ان شاء الله يعني خلاص ان شاء الله. مجهزها من على طريق البر، وابوي واخواني وعمامي كلهم ساعدوني. كلم انت شاركت من قبل سنوات الرياضه؟ اي شاركت. شلون كانت المشاركه؟ كانت ممتازه ممتازه، بس بعض المرات الطير ما يساعدني، الهواء يخالفني. لكن السنه هذه ما شاء الله الجو الهواء على جوكم. اي ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله انها تخلص على الاول، ولا في منافسه قويه؟ ان شاء الله اني اتقبض في الاول. ان شاء الله. ايش رايك في الاجواء هذه الحضور؟ والله شيء ممتع، وإنه في الإجازة مستنسين كلنا. اللي ما شارك وش تقول لهم؟ أتمنى لهم المشاركة.